أكثر من 130 حريقا بمخيمات النزوح في محافظة مأرب، منها 81 حادثة بتجمعات اللاجئين المهاجرين من القرن الأفريقي، حيث تتزايد الحرائق بخسائرها البشرية والمادية بفصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. تصل إلى 48 درجة مئوية في منطقة صحراوية مفتوحة. ازدحام الخيام في المخيمات أيضا سبب من أسباب الحرائق، التوصيلات العشوائية للكهرباء، وأهم الأسباب هي رداءة المأوى. تفيد إدارة مخيمات النازحين بتعدد أسباب الحرائق، أبرزها الربط العشوائي للتيار الكهربائي وطهي وتحضير وجبات الطعام داخل خيام قابلة للاشتعال في ظل انعدام وسائل السلامة والأمان، إضافة لغياب دور الدفاع المدني وتواضع إمكاناته وسط محدودية تدخلات المنظمات بجوانب الإيواء والغذاء. أغلب ما تقدم المنظمات هو تدخل طارئ، حيث يتم تغطية هذه الأسر التي تتضرر بسبب الحرائق بما هو مؤقت طارئ وباحتياجات الأخرى كالغذاء والمياه والإصحاح البيئي. تواصل وحدة النازحين مطالبتها للسلطة المحلية بإلزام شركائها الإنسانيين محليين ودوليين بتقديم مأوى انتقالي كحاجة ملحة وبشكل عاجل، متصدرا مصفوفة الاحتياجات الرئيسية المقدمة للهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالنزوح، حيث تجاوزت حرائق المأوى الطارئ خلال الأربع السنوات الماضية 500 حادثة متسببة بما يزيد على 100 حالة وفاة وإصابة. في ضواحي المدينة يعيش آلاف النازحين جائعين للطعام وفاقدين للأمان وللحياة دون مبالاة من أحد. ثمة كرامة يقولون تمنعهم من البكاء أمام الكاميرا باعتبارها زائرهم الوحيدة الناقلة لأحاديثهم المليئة بالمواجع والندم، حيث يمتلكون خيمة متهالكة قد تنعدم بفعل الحرائق. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.